ذاكر، نذاكر على قنديل، وإذا جلست أمام القنديل وطالعت ورا ما تشوف شيء. نعم، من الظلام. من الظلام. نعم. فالشيخ بتربيته هذا التجسس، كان يأتي ويجلس هناك. يجلس معكم. معنا ورانا. نعم. ويسمع كل ما يتحدثون وكذا في الصباح يقول، ويقوم ما يقول شيء. فيقوم. الحساب في الصباح. الحساب في الصباح، أنتم تتكلمون كذا وكذا في عند المذاكرة أشياء قبيحة يا عيال هذا كذا، فكانوا يخافون ما يخافون ممكن لا يأتي وهم يخافون. نعم. فبهذه الصورة الحمد لله قضيت هناك. فلما جاء سار مؤتمر وطلبوا الشيخ نذير أحمد، فالشيخ قال لي إيش رأيك تروح في بنارس تدرس؟ نعم. تنتقل من القرية إلى بنارس. نعم. هذه. نعم. قرية الرحمانية هناك. الرحمانية. فلما كان الشيخ يريد غدا يروح إلى بنارس، فقبله يوم دخل معايا، أخذني ودخل على الشيخ في غرفتي، قال لي يا شيخ هذا الطالب يريد يدرس عندكم. نعم. والشيخ طالع فيه قال صغير جدا خلوه شوية يكبر، قال لكنه على معيارك يا شيخ، على ما تريد أنت، على ما تحب في الطلاب. أي والله. نعم. سبحان الله. ما شاء الله. فاختبرني الشيخ، وأنا أذكر من جملة أسئلته اختبرني، قال أنت تذكر، يقول الشيخ في الحديث الذي فيه قبض العلم. نعم. كيف يقبض العلم؟ نعم. فأنا بس كلمتين بقبض العلماء. ما شاء الله. ثم سألني في اللغة والنحو، الحمد لله 100%. ففرح الشيخ والتزمني جزاه الله خير. قال تعال من قرية من منطقتك فلان، وفي الغالب هناك المدارس الإسلامية تفتح بعد رمضان، 6 رمضان. نعم. 6 رمضان، ورمضان كله إجازة، شعبان السنة النهائية. فقال فلان يأتي وأنت تأتي معه. ورحت وبالفعل وجدت أيضا، أقول هذا من تحدث بنعمة الله، الحمد لله في كل الحمد مكان. وجدت الأساتذة يعني هم الحمد لله مشفقين بي إشفاق عجيب جدا، إلى حد الحسد من الآخرين بالفعل. ما شاء الله. فكان الشيخ الشيخ نذير أحمد عملوي رحمه الله يحبني، وكان رجل أبي جدا ما يستخدم أحد. الشيخ من عادته أنه إذا اغتسل هناك بالعساتذة مغتسل خاص، ليس لكل واحد إلا في غرفته، ففي بعض الأحيان الشيخ يغتسل هناك، والفوطة يعني الذي يغتسل فيه أيضا أغسل يا شيخ، لا 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 ما يترك، لا يريد بنفسه يغسل ويرسل فوق على أحده ويغسلون. فعادته أنه كان بعد يعني غسل يشرب شاهي من دكان خاص، وقال لي جيب الشاهي. فلما يعني سار مرة مرتين رأيت أنه بعد الشاهي بعد ما يغتسل، فلما أتحسس أنه يفرغ على عينه أروح بنفسي، وآتي. وأنا رأيت أن بعض الناس قبلي كانوا يأتون به ومكشوف، لكن أنا جعلت للشيخ منديل صغير اللي على الهند. نعم. على الهند منديل صغير يبهم دائما. نعم. ما شاء من قماش، من قماش قديم حتى هذا. جعلت للشيخ غسلت طيب وأخذتيه وأجيب به. فلما رأني بهذه الصورة والله إذا علي قال جزاك الله خير، جزاك الله خير. ما شاء الله. فهكذا كنت أحطه، وبعد ذلك قدر الله أنه مرض. مرض مرض سرطان، والطبيب قال هذا الآن لا يتعرض لأنه لا فائدة، لكن أهل بنارس حرصنا على الشيء قالوا حاول، فشق البطن وشاف وترك ما عمل شيء، إلا أنه كان يؤلم الشيخ هنا بجانبه كثير. فكنت أجلس معه، وما أنه كان يدرس بعض يعني كان 10 دروس في اليوم، كان يدرس درس أو درسين. ومن قبل هذا درسنا نحن 5 نزهة النظر جزاه الله بكامله بفضل الله تعالى درس. ولما مرض فأنا كنت أتحين الفرصة وأروح، فكنت أدلك هذا الجسم وكذا وأضغط هذا وأنا جالس أتعب، لكن قدر ما أضغط يرتاح الشيخ. يرتاح. نعم. جاء ويأتي ناس يزورون الشيخ، فجاء شيخ عبد المجيد حريري. الحريري هذا هو بنارسي على حرير، عندهم سواري النساء من الحرير مشهور هذا. نعم. في العالم.
فالحديدي، وكان هو أول سفير للهند في بعد انقسام الهند، لأنه كان رفيقاً صديقاً لأبو الكلام آزاد. نعم. أبو الكلام آزاد نهرو تلميذ له كانه، فكلما كان طلب منه فهو جعلوه وزير التعليم الشيخ أبو الكلام آزاد، وهو يختار أن يكون سفيراً للمملكة الشيخ عبد المجيد الحريري السلفي. نعم. إلى المملكة السلفية، فكان جاء